حياكم الله مشاهدينا، أنا سحر كمال الدين وهذه هي حلقة جديدة من بعض الطبع صارت فيها أبرز ما حوى صحف الخرطوم هذا الصباح، وقراءة تحليلية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله، وكل عام وأنت بخير. طبعا أول إطلالة كما بعد العيد صحيح. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، وشكرا جزيلا سحر، ومرحب بك ومرحب بمشاهديك الكرام. أهلا بك معنا. أبدأ معك مباشرة بالعنوان على صحيفة اليوم التالي نطالع فيها الحرية والتغيير، العقوبات الأمريكية لا تستهدف السودان كدولة. أما على صحيفة الصيحة إغلاق مشرحات بشائر بسبب تكدس الجثامي. على الوفاق الاتحادي الأصلي يكشف عن تفاهمات مع الشعبية لتوقيع ميثاق سياسي. على السودانية الدولية نبيل أديب توقف عمل لن يتفضل اعتصام. أما على صحيفة تيار الصحة اشتباه بحالات التهاب سحائي في الخرطوم. على صحيفة الوطن خطوات متوقعة تجاه عربات بوكو حرام بالخرطوم. أما على الجريدة قيادي بالثورية التاريخ الأمني تسبب في ادعاء العصابات بالانتماء للحركة. السوداني توقيف عشرات المتهمين في حملة الشرطة. مع اليوم التالي منع تفريغ باخرة وقود غير مطابق للمواصفات. الانتباه حماية المستهلك تكوين ثلاثة لجان لسلامة الغذاء والدواء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. البداية بصحيفة الانتباه وعنوان الآلية الثلاثية يجب تحسين المناخ حتى لا يعيق الحوار. في تفاصيل الخبر، حيث دعت الآلية الثلاثية على تحسين شروط المناخ ليكتمل تقريب وجهات النظر حتى لا تعيق الحوار بعض الموضوعات الخلافية. وجمع لقاء بين الآلية ووفد من حزب المؤتمر الشعبي في إطار مرحلة المحادثات السودانية غير المباشرة. وقال الشعبي في بيان إن رئيس البحث الأممي فولكر بيرس تحدث عن أهمية الحوار السوداني والتوافق في ظل تيسير وتسهيل الآلية الثلاثية لجهودهم. أستاذ يعني عبد الله، ماذا تقصد الآلية بقولها يجب تحسين شروط المناخ للحوار؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر برأيك، خاصة أننا نسمع يعني أن هنالك خلافات ما بين الآلية في ذاتها داخل الآلية الثلاثية؟ أعتقد أن الآلية هي ليست محل نزاع، لأنها هي مؤسسة دولية وتستطيع أن تعمل وفق المعايير الدولية، وهي معلومة بالضرورة منذ تأسيس قيام الأمم المتحدة في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن المناخ اللي محتاج أنه يتحسن هو الوضع الذي ترتب على انقلاب 25 أكتوبر 2021. فالآن عدد من المواطنين يعني محبوسين ومعتقلين على غير قاعدة قانونية واضحة، وبالتالي ليس هناك ما أدى يعني المحامين يعني غير قادرين على الوصول إليهم أحيانا. وهذه هي مسألة مؤكد معيقة للحوار أيا كانت. حالة الطوارئ نفسها يعني من أهم من مبادئ الوثيقة الدستورية أنها يعني حمت المواطنين من مسألة الطوارئ والحرية الشخصية وتناول القضايا العامة في إطار السياسي وفي الإطار القانوني، ولكن الطوارئ هي حجب لحرية الأداء العام وأداء الحرية العامة. فلذلك هذه هي المسائل التي تستحق أنها يعني يتم الحوار حولها وإزالتها من الطريق، فضلا عن أن المناخ العام كله يحتاج إلى مزيد من الحرية، حيث أن حتى الآن أكثر من 90 من الشهداء والقتلى في مسيرات المليونيات المختلفة، فضلا عن الجرحى والمختفين وهكذا. طيب، فهذه المسائل هي التي تحتاج إلى ترتيب وإلى إعداد
حتى أن الحوار يمضي على خطى سليمة وخطى تحفظ للسودانيين كرامتهم وتواضعهم الطبيعي. طيب يعني أستاذ عبد الله، يعني بكلامك ده كأنه أنه لا توجد أي خلافات، على الرغم إحنا سمعنا كثير جدا خلافات داخل الآلية ذاتها ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإغاد، يعني حتى منذ بداية انطلاق الإعلان عن مبادرة البحث المتكاملة للأمم المتحدة وحتى مجيء الاتحاد الأفريقي ومجيء الإغاد الانضمام تحت محور الآلية الثلاثية، الشعب لا يعلم ما بداخل هذه الآلية، يعني ما هي النقاط التي يتفاوض حولها هؤلاء الثلاثة مع الكيانات السياسية، سيما أن هنالك طبعا تعنت من بعض الكيانات السياسية في الدخول في حوار. إذن يعني ماذا ما هي النقاط التي توضع على طاولة المفاوضات الآن، خاصة بعد ظهور بعض التصريحات من بعض القيادات من الحرية والتغيير المركزي؟ طيب أنت وضعت مسألتين دلوقتي معا، داخل الآلية وأيضا في مستوى الكيانات الحزبية. بالنسبة للآلية هي مكونة من ثلاثة مؤسسات دولية وإقليمية، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكلها عندها خبرة وتجارب في صنع السلام أو حفاظ على السلام أو البحث عن إمكانية السلام في السودان. فالثلاثة لا يختلفون حول القضايا، إنما قد يختلفون أو يعني يتحاولون في كيف أنهم يصلوا إلى الهدف الذي يتطلع إليه السودانيون من الحرية والتغيير بأفضل الوسائل. هذه مسألة مشروعة، وبكل تأكيد حتى لو تم تناولها في الصحف أو تناولتها الدوائر الإعلامية أو الدبلوماسية فهي شأن لتطوير التجربة الإقليمية الدولية في الشأن السوداني وهو مطلوب اليوم. أما بالنسبة للمجموعات السودانية قلت أن بعضها متعنتة، طبعا التعنت هو موقف تفاوضي في كل الأحوال، ربما يعني مثلا في جهة حزبية تتحدث من أنه لا تفاوض مع العسكر الذين قاموا بالانقلاب، لا تفاوض ولا يعني بدون ولا اعتراف بهم ولا كذا. تظهر عنده موقف تفاوضي في حد نفسه في حد ذاته يعني. فإذا يعني القضايا لا توصف بأنه في حد ماذا الحل، الجميع يتطلعون إلى الحل. يعني كانت تقول أنا عدم التفاوض في حد ذاته تفاوض. ممكن يكون يعني، بس المطلوب هو وضع الأجندة المناسبة للتفاوض. طيب فقط. يعني أستاذ عبد الله لا ننسى جانب آخر، هنالك رجال المقاومة خاصة بعد التوقيع الأخير ميثاق الشعب، يعني هل يمكن أن نقول أنها هي الآن أصبحت قريبة من الدخول في الاجتماع التحضيري للآلية؟ لا نستطيع أن نقول هي قريبة أو بعيدة، ولكن نستطيع بكل ثقة أن نقول أنها هي أصبحت القاعدة المتينة لانطلاق أي تفاوض مستقبلي من أجل السودان. بمعنى أن المليونيات التي تنطلق من وقت لآخر في السودان هي تعبير دقيق لرغبة السودانيين الذين أنهوا نظام الحكم البائد بالمفاهيم والمحاور والمبادئ الدستورية الأساسية التي تحفظ للسودانيين كرامتهم، ده موقفهم هم. إذن الحركات المسلحة والقوات المسلحة والأحزاب السياسية والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني هي تتماهى مع هذه الأهداف وتتواصل وتبتدع من الوسائل ما يمكن أن تجعلها في قائمة المستقبل. نعم، يعني أستاذ عبد الله في أقل من دقيقة في هذا الملف، يعني نقطة مهمة جدا، يعني الخبر تحدث عن لقاء الآلية الثلاثية لقادة المؤتمر الشعبي، بأي سياق تقرأ هذا اللقاء؟ هذا هو يعني نوع من التفاعل المفضي إلى مستقبل أفضل بدون أدنى شك. نعم. فالمؤتمر الشعبي أو أيا كانت الأحزاب الأخرى هي يجب أن تقول رأيها وتصل رأيها
ما دام هي متطلعة إلى الحفاظ على الديمقراطية وأنها لن تعود إلى العنف وإلى حالة الانقلاق الذي كان سائدا في الفترة ما قبل ثورة ديسمبر. صحيفة اليوم التالية الحرية والتغيير: العقوبات الأمريكية التي لا تستهدف السودان كدولة. في تفاصيل الخبر: رحبت قوانين الحرية والتغيير المجلس المركزي بمشروع العقوبات الأمريكية غير الملزمة، وقالت إن العقوبات غير مقصود بها السودان كدولة وإنما الأفراد الذين تورطوا وساهموا في انقلاب أكتوبر، كما أكد قيادي بالحرية والتغيير وعضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين. حسب ما أورد الصحيفة اليوم التالي، إن مشروع العقوبات غير الملزمة قضية استراتيجية لإدارة أمريكية يعطيها هامش قدرة على التعامل مع الوضع في السودان، ووصفها بأنها خطوة إيجابية، وطالب بمزيد من الخطوات لتطبيق السلطة الانقلابية بمزيد من العزلة الدولية. يعني العقوبات الأمريكية لا تستهدف السودان كدولة. السودان عانى 30 سنة يعني من العقوبات الأمريكية، وكانت مستهدفة، كانت أمريكا مستهدفة نظام الإنغاز وليش الشعب السوداني. كيف الآن تكون العقوبات الأمريكية لا تستهدف السودان وتستهدف الأفراد، خاصة أن المنحة الأمريكية توقفت يعني منذ 25 من أكتوبر؟ يعني عقلي جرى إلى الحالة العراقية. أيضا كان في هناك نقاش بين أن التدخل الأمريكي جاء يعني في وقت كان متأخر، بأنه يعني كان ضد الشعب العراقي. ولكن هذه المسائل يجب أن تقرأ بنوع من التعقل وبنوع من الوعي، أن المعركة ليست بين الشعب الأمريكي والشعب السوداني إطلاقا. الشعب الأمريكي شعب يعيش حياته، ولكن لما تنبه الأجهزة الإعلامية والأجهزة القانونية والدستورية بأن هناك أزمة في العالم في السودان مثلا، واللخطات فظيعة للانتهاكات الإنسانية تظهر في الميديا الأمريكية، بكل تأكيد سوف يضغطون على الجانب التنفيذي للإدارة الأمريكية أنك يجب أن تقومي بعمل ما في ظروف مختلفة. قبل كده كانوا يعني مثلا كلينتون أعلن يعني إجراءات كانت قاسية بالفعل، بما فيها ضرب مصنع الشفاء والعقوبات على السودان وكذا، ولكن مع التطور اتضح بأنه يجب أن يكون العقوبة مركزة على الذين يقومون بانتهاك الحقوق، وحتى لا تعم من المتضرر. يعني من المتضرر في النهاية؟ الإنغاز لم تكن متضررة، يعني قيادات حكومة الإنغاز السابقة لم تكن متضررة من العقوبات، كان متضررة المواطن السوداني. أليس يعني كان الضرر سوف يكون أكبر إذا لم تتح أمام الشعب السوداني فرصة المقاومة، حتى أنه يكون الذين كانوا يحكمون ويذلون الشعب السوداني يكونوا اليوم في السجون وفي المحاكم والمعتقلات. أعتقد أن هذه كانت بدون العون الخارجي لا نستطيع أو لا يستطيع الشعب السوداني أن يفعل ما قد تم. وحتى الآن وحتى الآن يعني مقاومة انقلاب 25 أكتوبر أيضا يعني الإشارة بأن المقصود بأي عقوبات هي يعني المقصود هم الفعلة الحقيقيين. هذه أيضا مسألة يجب أن توضع في الاعتبار، وأن الشعب السوداني محل تقدير الشعب الأمريكي وكل الشعوب يعني في العالم. هذه نحن جزء من الأسرة الدولية وفخورين بأن نكون جزء من الأسرة الدولية لا شك. إلى صحيفة السوداني: توقيف عشرات المتهمين في حملات واسعة للشرطة بالخرطوم، حيث أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن ضبطيات واسعة قامت بها لضبط معتادي الإجرام، وتمكنت قوة مباحث قسم شرطة الشمالي أم درمان في إطار العمل المنعي للقسم من توقيف 7 متهمين بينهم معتادو السرقات والنهب بدائرة الاختصاص. كما
فيما تمكنت مباحث محلية كراري من القبض على 2 من المتهمين قاما بنهب هاتف هواوي بالإسكان الحارة 75، كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة الشرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة والأقسام بالمحلية عن القبض على 51 متهم دونت في مواجهتهم بلاغات. الحملة الأمنية التي شنتها طبعا القوات المشتركة يوم أمس في أم بدة وكراري جبل أولياء، يعني أستاذ عبدالله، تم الكشف أو القبض على عشرات المجرمين. الحملة ربما وجدت استحسان واسع من الرأي العام يعني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، رأيك شنو في الحملة دي؟ ولماذا يعني لا نهنئهم من هذا المنبر أيضا؟ لأن هذه الحملة وإن جاءت متأخرة ولكن بكل تأكيد سوف تحسن يعني سمعة أجهزة الأمن بشكل عام، يعني في التناول الاجتماعي والطمأنينة الاجتماعية. فضلا عن هذا، في أن كثير من المواطنين يظنون أن مسألة التسعة طويلة هي ذاتها جزء من العملية السياسية بالنسبة لبعض المجموعات، في أن تخلق هلع، في أنها تثبت يعني مواقف يعني من خلالها يعني يأتي مزيد من الإنهاك للشعب السوداني. فهذه مسألة يعني تستحق التقدير وأرجو يعني طبعا يعني أستاذ عبد الله، الحملة دي بتتكون من عدد قوات مشتركة لكل الأجهزة النظامية، يعني هل ممكن نقول إنه بعدها خلاص تسعة طويلة ممكن تكون انتهت؟ لا لا طبعا لا تستطيع أن تقول هذا ما لم يكون عندنا فعلا حكومة تنفيذية، عندنا مجلس وزراء، عندنا جمعية واقع تشريعي مميز على الأقل، عندنا أجهزة تطمئن، عندنا جامعات ممكن يعني تصل تأثيرها للمجتمع بالوعي والتشريعات الفكرية وهكذا. يعني ما لم يكون المجتمع السوداني يعني عاد الترتيب لنفسه وعاد الطمأنينة بشكل عام، لم نستطيع أن نقول ربما تخفف قليلا، يعني هي مؤشر من انتشاره، هي مؤشر بأن يجب أن يتم التقليل، وربما مؤشر أكبر بأن لا يعني لا يصح في النهاية إلا الصحيح، بأنه الاستعادة الديمقراطية هي أساس كل حاجة، كل هذه المسائل لكي يتحدث الناس بسلاسة ويواجهوا مشكلاتهم والدولة تساعدهم. منسقية النازحين تحذر من هجوم وشيك على مناطق بدارفور، هو عنوان على صحيفة التيار، حيث حذر متحدث باسم النازحين من هجوم وشيك على مناطق بدارفور بعد رصد تجمعات لعناصر مسلحة في 4 من أصل 5 ولايات أو 5 ولايات الإقليم. وقال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم في بيان إن هنالك تجمعات لميليشيات في مناطق ولايات وسط وغربي وجنوب والشمال دارفور. وجود تجمعات يعني استاذ عبد الله للميليشيات بالضروره هي ممكن ان يقول مؤشر لهجوم الشيك، يعني كيف تقرا هذا التحذير من المتحدث باسم اللاجئين؟ انا اصدق الناطق بان هناك تجمعات، ولكن ان يكون وشيكا اعتقد ان هذا مرتبط ارتباط كامل بما يحدث في الخرطوم من تفاوض ومن ارتباطات، بأننا هل نحن قادرون على حل مشاكل السودان من جذورها يعني من الوسط، وبالتالي يعني حتى أولئك الذين هم مستعدون للهجوم أعتقد أنه ليست الأوامر في يدهم. الغريب يعني أستاذ عبد الله أن الهجوم ده جاء بعد انتشار مكثف للقوات المشتركة وإجراءات أمنية إضافية كانت بعد أحداث الكرينيك، يعني لماذا أتى هذا الهجوم؟ له لم يأتي، هم قال هناك استعداد، استعداد هم قال استعداد، ولكن يعني بكل تأكيد يعني دارفور تمثل حالة استثنائية للوقت في الملمح السوداني المعاصر. ما لم نستطع التجاوز الحالة الأمنية والحالة الفوضوية الآن في دارفور قد لا نستطيع أن نقول بأننا نحصل على سودان معافى بكل تأكيد. إلى صحيفة صيحة إغلاق مشرحة بشائر،
حيث أعلنت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في اجتماع ضم النائب العام ووكيل وزارة العدل وأعضاء من اللجنة التي تم تشكيلها بواسطة المجلس السيادي وممثل وزارة الداخلية والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الدكتور محمود الغائن إغلاق مشرحة بشائر لامتلاء المشرحة بالجثامين بصورة أصبحت غير إنسانية لحين صدور قرار من النائب العام بتشريح الجثامين ومن ثم دفنها. إغلاق مشرحة بشائر يعني لامتلاء المشرحة بالجثامين بصورة أصبحت غير إنسانية. هذا الخبر ربما أستاذ عبد الله وجد اهتمام كبير جدا واسع منذ الأمس. المشرحة ربما كان هنالك استضافة لمدير الطب العدلي على قناة النيل الأزرق في الشهر الكريم أن المشرحة ربما تحمل عدد 200 أو 300 جثة. مؤسف يعني مؤسف جدا أن نكون في بلد يعني نحمل السمة العامة لأننا مسلمين وبأننا يعني رحمة بيننا وبأننا نستطيع أن نلملم أطرافنا يعني في مثل هذه المفاهيم العظيمة. يعني هي ليست فقط مشرحة بشائر إنما كل يعني المشرحات ولا بتقول الجمع شنو جمع مشارح مشارح أي مشارح كثيرة. أنا أعتقد أننا قبل كده تكلم عن المشرحة بتاعة شرق النيل ويعني وكل المشارح الثانية أعتقد أننا في أزمة يعني ليس ولكن أيضا في أزمة يعني قانونية وأزمة أخلاقية. طيب يعني أستاذ عبد الله في أقل من دقيقة أيضا في هذا الملف يعني قضية تكدس الجثث بالمشارح هو طبعا مرتبط بإجراءات معقدة ومشاورات خاصة أن قضية طبعا مرتبطة بفض الاعتصام والمفقودين. كانت هنالك لجنة لفض الاعتصام ومن ثم منع دفن هذه الجثامين نظرا لقرار ركن هذه اللجنة. هذه اللجنة طبعا انتهت بعد قرارات 25 أكتوبر. يعني هل الحال ده انه هو يعني الان الاوان للحجر الجذري؟ هل هو حجر جذري باقفال المشرحه؟ بكل تاكيد لا، بل الذين قاموا بالانقلاب هم من يتحملون هذه المأساة ويعني تحديد مسار هذه العمليه المأساويه وليس هناك حل امام الشعب السوداني. على الرغم من ان اللجنه نفسها استمرت لمده 3 سنوات يعني حتى قبل الانقلاب اليوم او الاجراءات أو امس نبيل اديب اعلن بان توقف عمل لجنه فض الاعتصام نهائيا. نعم اعلن كذلك. فلذلك يعني نحن في مأزق والذين يتحملون المسؤوليه يجب ان يكون بوضوح اولئك الذين قاموا بانقلاب 25 اكتوبر. اختتم معك بصحيفه اليوم التالي منع تفريغ باخره وقود غير مطابق للمواصفات حيث اكد مدير عام الامدادات وتجاره النفط بوزاره الطاقه والنفط المهندس حسين ابو القاسم انه لم يتم تفريغ باخره وقود طائرات غير مطابق للمواصفات. واوضح ابو القاسم في تصريحات صحفيه يوم امس ان الباخره التي اشارت اليها جمعيه حمايه المستهلك ما زالت خارج المربط وتنتظر دورها الروتيني في الفحص والتفريغ حسب الجدول المسبق للسفن. واكد ان الفحص الاول قبل الشحن مطابق للمواصفات وفي انتظار الفحص الثاني قبل التفريغ لكونه يمر بمواعيد مختلفه من المصدر الى المستهلك. طبعا هناك جدل واسع طبعا على حتى يعني في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي ان هنالك دخول وقود غير مطابق. يعني سلامة الوقود أو سلامة الوقود كانت من البديهيات، يعني لماذا الآن؟ تفسيرك شنو للحتة دي؟ يعني هذه ليست المرة الأولى على كل حال. يعني لأن كثير من العربات توقفت بسبب يعني تخسر الوقود، وأما يعني هذه الحالة يجب أن نشعر بارتياح وبفخر بأنه جمعية المستهلك هي موجودة بقوة على الرغم من كل الصعوبات والمتاريس التي أمامها تستطيع أن تقول يعني كلمة أخيرا يمكن أن تحدث هذا الأثر. وأعتقد طيب. أننا علينا أن نتابع ونشكر يعني جمعية طيب يعني أستاذ عبد الله خروج الحكومة من شراء الوقود يعني كانت وقود يشترى أو تشتريه الحكومة كان من المركز فقط. الآن الحكومة أعطت كل الشركات الاستثمارية أنها تجيب الوقود بنفسها يعني نعم. هل الحاجة دي السبب في شراء الوقود غير المناسب أو غير السليم؟ طبعا أي قطاع خاص بدون مراقبة هي مدخل من مداخل الفساد نعم. لا شك وفي, نعم. وفي هذا يعني لا بواكي على الشعب السوداني
في غياب المراقبة. نعم. وفي غياب القوانين الرادعة. شكرا جزيلا لك كاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عبد الله آدم خاطر على كل هذه الإيضاحات التي اتبعها على برنامج بعض الطبع. شكرا جزيلا. تسلمي. شكرا وشكرا لمشاهدي. شكرا. شكرا لك. إذن مشاهدينا، قطوعات الكهرباء هو أبرز الملفات التي ستأتيكم اليوم في 7:30 مساء على برنامج كالآتي مع عمار فتحي الشيلة. هذه الحلقة انتهت، أينما كنتم تمنيات لكم دوام الصحة والعافية. في أمان الله.